كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم رجعت لكم برسيت سهلة كالعادة. باش نعملوا اليوم حاجة حلوة، ما أعمل قطايف بالقشطة وإلا غرايف. باش نبدأوا بالإنجريديون، باش نستحق لنا زوز كيسين فانيلا، نفس الكيس تقيسوا بيه ماء دافي. باش نستحق زوز مغارف كبار متاع ماكلة سكر، زوز مغارف متاع ماكلة كبار سميد أرطب، خميرة متاع خبز، مغرفة صغيرة متاع قهوة، وخميرة متاع قطنسور، رشة ملح. لأن العجينة متاعنا ما تستحقش برشة خدمة، نحطو الفارينة، السميد، السكر، الخميرة. نعملوهم تخليطة خفيفة، نزيد الماء الدافي. فكري نحطلكم كاس ماء دافي مش كاس واحد، زوز كيسين. فوالا لأن التكستور اللي تحصلت عليها كيما الكريب، ماهيش جارية برشا وماهيش عاقدة. باش نغطيها ونخليها ترتاح نص ساعة. باش نتعدى نحضر القشطة متاعنا، أول حاجة عملتها لنا باش ناخد كسرونة نحط فيها 500 ملليلتر حليب، نحطهم يغليو على الغاز. قشطة تحضروها قبل العجينة على خاطرها يلزمها تقعد تبرد، معناها في راحتها. هكاكا من بعد كي تحضروا العجينة تلقاو القشطة نتاعكم ديجا حاضرة، ما تقعدوش تستنوا. أولا الحليب نتاعي هاكا بدا باش يغلي، قبل ما يغلي باش نزيدوا لنا مقدار نتاع مغرفة كبيرة نتاع ماكلة خل أبيض، خل عادي. هو كان تلاحظوا الحليب نتاعنا بدا يتفصل على بعضه، بدا لنا الفرماج نتاعنا يتلم. هذه نفس الطريقة نعملوا بها الريبوتا راهو. توا ريتوها غلي باش نطفي عليه الحليب نتاعنا بعد ما نخليه يرتاح. كيفاش يولي هاكا الماء يهبط وحده وهذايا الجبن يطلع لفوق. هذه الطريقة نفسها نحضروا بها الريبوتا، يعني هذه توا ريبوتا تزيدوها شوية ملح، تفوقوها بشنو انتم تحبوا كهو، تصفيوها معناها بيان سور من الماء، تخليوها تستقطب وتكون الريكوتا نتاعكم حاضره. لكن انا اليوم باش نعمل بها القشطه نتاعنا. باش نتعدى نعمل البارتي دو نتاع القشطه نتاعي، لان خليت 250 ملليلتر حليب باش نحطهم يغليو في النار، وباش نزيدهم زوز مغارف نتاع ماكله نشي، اما انا ما عنديش نشي، وليت حطيت فرينه نتاع ماكله سكر. باش نقعد نخلط فيهم حتى لين نتحصل على كريمه كيما نطيبوا الكريم فاتيسي. فوالا لنا الكريمه اللي تحصلت عليها كيما تراو فيها هيك عقده. توا طفيت عليها النار وباش نزيدها لنا الريبوتا اللي حضرناها وهي سخونه كيكه، باش نذوب في وسطها وباش نكمل نخلط. لنا القشطة بعد ما طابت صبيتها في بلا يكون واسع كي هكا باش تبرد لكم فاسيلمون. حطيتها في الماليمونتير كيما نعملو مع الكريم باتيسير بالضبط، باش ما تعملناش هيك الكروت من الفوق من بعد خاطر حاشبنا باش نعاودو نركزوها. زدتها قطرة زهر باش تفوحها، والسكر انتوما تذوقوا، وكان حسيتوها ناقصة سكر تزيدوا حسب الذوق نتاعكم انتوما. اولا العجينة نتاعي بعد ما خمرت خديت مقلة سخنتها بالباهي، وباش نبدا نحط بشوية كونتيتي صغيرة. النار ما يلزمهاش تكون عالية برشا، تكون متوسطة باش الغرايف نتاعكم ما يتحركوا. كيما قاعدين تراو فيهم قاعدين يعملوا في اللي ترو هاكم، جوست دوبا تشيح الكعبة من فوق نخرجوها، معناها باش تطيب من كوتي برك من غير ما نقلبوها. سينو اذا كان تحبوا يجيكم الكعبات الكل قد تنجموا تعملوهم في مقلة صغيرة تبدا، معناها صغيرة انا ما عنديش صغيرة بالكل، عندي تريك هذايا هاو باش نجرب فيه. والا زيدا كان عندكم فورم تكون ميتال هكا تنجموا تحطوها في المقلة وتحطوا فيها العجينة نتاعكم باش الكعبات الكل يجيكم قد قد. سينو زيدا فما لاباري نتاع البانكيك اللي تعمل بانكيك طلعهم الكل قد قد افيكاز زيدا. الكعبات دوبا نشيهم من فوق باش نطلعهم. العجينة نتاع الغرايف تجي جارية كيما قاعدين تراو فيها. إذا كان جاتكم عاقدة ما تخافوش، تنجموا تزيدوها شوية ماء وتجريوها. توا ناخد كعبة الغرايف وهي سخونة وباش نجي نسكرها كيف نهكا. تنزلوا عليها ديجا تلصق باش نعملها كيما الكورني. هي لنا القشطة عاودت ضربتها شوية بالباتور، حطيتها في بوشادوي كيما تراو فيها، وباش نبدا نعبي الغرايف. كان تحبوا تزينوا القطايف نتاعكم بالفيكيا، تاخذوا شويه فيكيا وتغطسوا فيها كيف ما تنجموا. زيده تحطوا القشطه الداخل وتسكروا الكعبه الكل، وفما شكون اللي يقليها. نكملوا بالطريقه هذيك حتى نكملوا الكعبات الكل اللي عندنا.